السلام عليكم، معكم خديجة العماري من جمعية الشباب الوطني التضامن. تندين بشدة وندين بصفتنا مجتمع مدني القرار الغير المسؤول على مش غنسميش بيدوفيل ولكن مغتصب الطفلة ديال مراكش. أنا تنطلب من جميع الحقوقيين وجميع المحاميين اللي فريمون تعتبروا هاد البنت بنت مغربية، فأنا تنطلب بأنه يسترجعوه لأرض المغرب بطلب من الانتربول، لأنه لو عكسنا الصورة، لو كانت هذه المغربية كويتية والمغتصب مغربي، واش كان غيطبق نفس القانون؟ هنا كاين تساؤلات اللي الشعب المغربي تحتاج لها أجوبة، وباش حتى الشعب المغربي يحس بأن كاين القانون وبأن غينصفوا، ماشي صافي دخول دفع الغرامه وسير بحالاتك. هاد الغرامات يمكن نحسبوها حنايا في قضايا ديال حوادث السير، قضايا بسيطه ولكن ماشي قضايا اغتصاب. يعني هنا فين تبقى شويه ديال المجتمع المدني، تبقى شويه هز في خطو بانه علاش لانه يحمل جنسيه كويتيه، كلنا سواسيه، كلنا ولاد 9 شهور، ما حتى حد ما تتميز على حتى شي واحد، ماشي حيت جنسية أو على جنسية غا. الجنسية المغربية الحمد لله سمعتها طيبة، وتندافع على ولادنا لأبعد الحدود، ولكن مني تنشوفوا بحال هكا كويتي، ما تنعممش أنا لجميع الناس دولة الكويت، كلهم دولة الكويت شقيقة وتنعرف منهم عائلات محترمة جدا، ولكن أنا تنطلب من هذا الشعب الكويتي تنقول له لو كانت بنتكم هي اللي اغتصبت والمغتصب هو مغربي، واش كنتو غدافعوا على 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 عليه؟ واش كانت السلطه عندكم غتخرجوا بكفاله؟ نتمنى من الناس الحقوقيين، لانه انا لو كنت جمعيه حقوقيه اكيد كنت غنقدم دعوه، وحتى نقدر نقدم دعوه عالميه للحقوق الانسان بالعالم، لحقوق المراه بالعالم، باش هاد البنيته ترجع لها حقها، لانه هذا هو دورنا كمجتمع مدني. وانا شخصيا لو كنت يعني عندي الصلاحيه باش ننتقل باش نراجع دافع، او من يجي يظلم او يجي يدير اي حاجه في حياته يتفكر حاجة وحدة، أنه كاين يوم الحساب، ويوم الحساب هذا ما فيه لا كويتي ولا سعودي ولا مغربي، فيه إنسان، ضريتي إنسان خور، فيجب أن تأخذ الجزاء ديالك. وشكرا لك. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.